أظن بأنه رئيسة الوزراء راح تجي باش تأكد، لأنه كانت هناك بعض الكلام والتخوف من أنه تغيير لون تاع رئاسة الوزراء في نعم إيطاليا ممكن يخلي السياسة يكون فيها تغير أو تغير شيء من بقى. هذا. ولكن مادام رئيسة الوزراء وضعت في الأجندة تاعها الجزائر من أوائل الدول اللي راح الدول التي تزورها، تزورها نظن بأنه رايحة تأكد الشيء اللي تم الاتفاق عليه. أكيد مادام اليوم الطاقة هي ربما الهاجس الأكبر في العالم، راح نعم يكون هو محور الزيارة والمحادثات. ولكن نظن بأنه أيضا هناك أمور أخرى خاصة من الاقتصادية. هناك كان زيارة لرجال الأعمال واتفاق على أنه يكون فيه ربما قدوم مستثمرين إيطاليين إلى الجزائر، هناك شراكة. ربما أيضا الجزائر كما قال الأستاذ رايحة ترفع الاستثمار تاعها باش تكون عندها إمكانيات أكبر باش تلبي الطلب الأوروبي عن طريق إيطاليا من الغاز. ولكن ربما راح تكون في حاجة إلى الشراكة نعم مع شركة إيني الإيطالية، نعم إني لأنه الإيطالية إحنا باش نوصل مع نهاية 2024 إلى 30 مليار متر مكعب. اليوم ما زالنا يعني مجهود لازم نبذلوه باش نحققوا هذا الهدف والاتفاق اللي تم عليه. هناك ربما أيضا راح تكون شراكة في ميدان المؤسسات المصغرة وخلق المؤسسات المصغرة، وإحنا بأنه إيطاليا تعتبر مثل في هذا. ولكن بصفة عامة أنا نظن بأنه ما راح ما نخرج على الاتفاقيات اللي تمت مع الوزير رئيس الوزراء الأسبق، رايح أتأكد هذه العلاقات. ورايح يكون كما قلت وذكرتها في البداية، رايح يكون يتركز، نظن الزيارة هذه راح المحادثات تتركز على الجانب الطاقوي بالإضافة إلى جوانب اقتصادية أخرى ربما اللي تكون أيضا في نفس الـ في نفس الـ نعم نعم ربما أيضا شركة فيات اللي شركة فيات تم صحيح ربما كاين حديث وتخوفات، نظن بأنه أيضا راح تكون في محل هذه المحادثات. نعم.